يقول: هل إذا صعدت المرأة في المصعد؟ نعم. يقول: هل إذا صعدت المرأة في المصعد وبه ثلاثة رجال يعتبر ذلك خلوة؟ لا، ما داموا ثلاثة رجال، أما رجل وامرأة فقط هذه خلوة، أما إذا كانوا أكثر من رجل فلا، زالت الخلوة، إلا إذا كان هؤلاء الرجال محل ريبة فلا يجوز أن تصعد معهم، إذا كانوا أهل فسق ومحل ريبة فلا تصعد معهم. نعم.